وشاء الخالق أن تكون المعجزة همسة في الغار، لم يسمحها سبحانه إلا لنبي آخر الزمان. إنها أول أمر وأول فرض نزل بها القرآن لتصبح شعار أمة، هي أمة اقرأ. إنها ثورة العلم على الجهل في أمة أدركت أن الأخذ بالعلم من أسمى صور العبادة للرحمن. أمة أخرجت بالعلم العلماء لتحقق بهم أسرع وأغرب طفرة حضارية في تاريخ الإنسان. إنها البداية، إنها النهاية، وكل الذي بين البداية والنهاية يذكرنا بأول كلمة نزل بها القرآن. يقول المفكر الجليل مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة: إن الحضارة إنسان وتراب وزمن، وفيها ينحصر رأس مال الأمة الاجتماعي، وكل ما عدا ذلك من مبان وصناعات يعد من المكتسبات لا من العناصر الأولية. إن المحور الأساسي للعوامل الثلاثة هو الإنسان، فبه تصنع الحضارة. متى وفر المجتمع لكل عضو فيه جميع الضمانات الاجتماعية اللازمة لتطوره، والمجتمعات إما أن يغلب عليها روح عالم الأشياء أو يغلب عليها روح عالم الأفكار والأشخاص. فإن غلب عليها روح عالم الأشياء فإنك تجد الاستثمار في الحجر أكثر من الاستثمار في البشر، وإن غلب عليها روح عالم الأفكار فإنك تجد الاستثمار في البشر أكثر من الاستثمار في الحجر. وقد أدركت المجتمعات بالدراسات والأبحاث أن أفضل استثمار يكون في المراحل الأولى من حياة الإنسان، وهي مراحل الدراسة، خاصة في المجتمعات التي يشكل الشباب فيها الأغلبية. فقد أكدت الدراسات أن كل دولار يستثمر في مراحل التعليم الأولية يدر عائداً على الاستثمار يصل إلى 17 دولاراً، أي 17 ضعفاً. وتؤكد الدراسات أيضاً أن أهم عامل في نجاح منظومة التعليم في المدارس هو المعلم، وأن المعلم المتمكن الفعال يؤثر على تحصيل الطالب بمقدار 3 أضعاف إلى 4 أضعاف معلم آخر ضعيف غير فعال، وأن التأثير التراكمي على مدى 3 أعوام يعادل تحصيل 37% مع المعلم غير الفعال مقارنة ب90% مع المعلم الفعال المتمكن. وبذلك أصبح التحدي الحقيقي الذي يواجه منظومة التعليم هو كيف نستطيع أن نحرر التعليم، فنملك الطالب مفاتيح المعرفة في أي مكان وأي وقت يريد، وأن تصبح المعلومة متاحة للكل بأفضل الطرق، وبذلك نحمي الطالب من أن يصبح رهينة أو ضحية معلم غير فعال. من أوائل من تنبه إلى هذا الاحتياج شاب اسمه سلمان خان، والذي يحمل 3 درجات علمية من MIT وماجستير في علوم الحاسب الآلي، وكذلك ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد. بدأت القصة في أواخر عام 2004، حيث بدأ في تدريس مادة الرياضيات لأقارب له عبر الإنترنت، وعندما زاد طلب الأقرباء والأصدقاء للمساعدة قرر توزيع الدروس، فأنشأ عام 2006 حساباً على اليوتيوب. وبسبب شعبية الفيديوهات المعروضة وشهادات التقدير التي تلقاها من الطلاب، قرر سلمان ترك عمله كمحلل مالي في أواخر عام 2009 وتفرغ لتطوير قناة أكاديمية خان على اليوتيوب بدوام كامل. واليوم تعد أكاديمية خان التعليمية أشهر نموذج عالميا في هذا المجال، فتقوم بتوفير التعليم عالي الجودة لأي شخص في أي مكان في العالم، ويوفر موقعها على الإنترنت أكثر من 3600 محاضرة،
بمعدل 10 دقائق للحلقة لتدريس مواد مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والتاريخ والفلك والاقتصاد. وقد ابتعد خان عن أسلوب المدرس الذي يشرح الدرس على السبورة، فقدم المحتوى بطريقة توحي بالجلوس بجانب الطالب والعمل معه على حل المشكلة، حيث بيّنت الدراسات أن هذه الطريقة هي أكثر الطرق فعالية للتعليم، كما يستطيع الطالب إعادة تشغيل الفيديو حتى يستوعب الموضوع بلا خجل. أحدث خان تحولاً وثورة حقيقية في العملية التعليمية حول العالم، لأنه انتقل من التعليم التقليدي التلقيني إلى التعليم التفاعلي النشط، والذي بيّنت الدراسات أنه يزيد من استيعاب الطلبة للمادة بنسبة تتعدى 50%، وذلك لتوافقه مع الطريقة الطبيعية الفيزيولوجية لانتقال المعلومات في الدماغ أثناء التعلم وتحفيز المناطق المسؤولة عن الفهم والحفظ بطريقة أكثر فعالية. ويطمح خان أن يجعل من أكاديميته المدرسة الافتراضية المجانية الأولى في العالم، حيث يتاح لأي إنسان أن يتعلم ما يريد بالمجان. وقد استحق خان بذلك أن تصنفه مجلة التايم كواحد من 100 شخصية عالمية أثرت بفعالية في حياتنا المعاصرة. وفي عام 2011 بدأت تركيا بتطبيق أكبر مشروع استثماري في التربية والتعليم في تاريخها، وأطلق عليه مشروع الفاتح، تيمناً بالقائد العظيم السلطان محمد الفاتح رحمه الله، ليتم توزيع الحاسب اللوحي مجاناً مشمولاً بالمنهاج الدراسي على 15 مليون طالب وعلى 1 مليون مدرس، إضافة إلى تركيب ألواح ذكية بدلاً من ألواح السوداء في 570 ألف صف دراسي و 42 ألف مدرسة. نقل ذلك الإجراء التعليم في تركيا إلى عصر التقنية، لتصبح الكتب الدراسية كلها مضمنة في جهاز الطالب، مع الفيديوهات التوضيحية والصور والخرائط والرسوم البيانية، وبذلك يأتي الطالب إلى المدرسة ومعه هذا الجهاز فقط، لا عشرات الكتب التي ترهق كاهله وتؤدي لأضرار جسدية في الظهر، خاصة في المراحل الأولى كما تبين الدراسات. أما في عالمنا العربي فقد تم إنشاء أكاديمية التحرير في عام 2012 بمجهودات شبابية، وهي تهدف إلى تحرير المعرفة من شكلها التقليدي عن طريق فيديوهات مبتكرة وجذابة، مما يساعد على إتاحة العلوم للجميع في أي وقت ومكان ورفع فعالية التعليم، وهي تعتمد على الأنظمة المفتوحة التي تزدهر بإسهامات المشاركين، وتسعى لأن تصبح النسخة العربية من أكاديمية خان. نعود للمعلم، والذي يمثل أهم عوامل إنجاح المنظومة التعليمية، فما هو تأثير تطبيق هذه البرامج التعليمية عليه، وما هو دوره؟ إنه من الصعب أن نرتقي بملايين المعلمين في 4 سنين إلى المستوى الذي نأمله، ولكن هناك مجموعة من المعلمين المبدعين ذوي الملكات الخاصة والأسلوب الشيق الذي يأسر الطلاب ويوصل المعلومة لهم بكل سلاسة ويسر. وبما أنهم ندرة، فماذا لو تم تفعيل هذه الندرة المبدعة في التدريس بأحدث الطرق التقنية والوسائل التوضيحية المتقدمة والفيديوهات، وتم تغطية كافة المواد وضمنت في جهاز محمول، فليس الطالب وحده هو الذي سيستفيد وتزداد فعاليته وتحصيله الدراسي، وإنما الأساتذة أيضا سيتعلمون. سيتعلم الأساتذة من الشرح النموذجي، ليصبح هذا الشرح المثال والقدوة لملايين المعلمين، وهذا أكثر فعالية وتأثيرا من أي دورات تعليمية تقليدية، بل وسيصبح المعلم حريصا على أن ينافس في الأداء مع الشرح النموذجي الذي أصبح بين أيدي الطلاب، وبذلك يصبح الطالب حامياً لجودة التعليم، فلا يقبل بأقل مما يرى. وكذلك نقدم للآباء خيار المشاركة والمساهمة في الشرح والمراجعة بكل سهولة ويسر
دون اللجوء للدروس الخصوصية في المنزل، فالمنهج متاح بين أيديهم في أجمل صوره وأكثرها فعالية. بل سيصبح المعلم أكثر فعالية، حيث إن الطلبة سيأتون وقد استمعوا إلى الدرس، فيتحول دور المعلم من إعطاء المعلومة إلى الحث والتحفيز والتشجيع والمشاركة والمناقشة والحوار والدعم المعنوي للطالب. كل هذا سيساعد على تحويل الأفكار من نظرية تجريدية إلى تطبيقات عملية، وبذلك تكتمل دائرة التعلم في دماغ المتعلم من استقبال المعلومة للتفكر فيها وتحويلها إلى معرفة وأفكار جديدة، إلى تفعيل هذه الأفكار وتحويلها على أرض الواقع إلى نشاط عملي. هناك دراسات عديدة تؤكد أهمية تقييم المعلم ومكافأته بسخاء، لا على سنوات خبرته وشهاداته، وإنما على مدى جودة وحسن أداء طلبته. وبذلك نكافئ المعلم الفعال المتمكن الذي يحرص حقا على نجاح طلبته، فيرفع من حماسهم ويوقد شعلة حب المادة في قلوبهم ويعينهم على الفهم والتحصيل. فالطريقة التقليدية للتعليم، والتي تعتمد على أحادية المنهج وتنتج نسخا متشابهة من الأشخاص ذوي الأهداف والرؤية النمطية، أصبحت غير مقبولة لهذا الجيل، فهي لا تفتح المجال للإبداع ولا تضع بالاعتبار اختلاف القدرات والمهارات والاحتياجات من شخص لآخر. إننا في أمس الحاجة في عالمنا العربي لنهضة في التعليم، وليس علينا أن نبدأ من الصفر، بل نبدأ حيث انتهى الآخرون، خاصة وأن نتائج الدراسات والشواهد كلها تؤكد نجاح هذه المشاريع التعليمية الرائدة للنهوض بالمنظومة التعليمية طلابا ومعلمين. ولن يكون هناك ما يعود على المجتمع بعائد استثماري أعلى من الاستثمار في التعليم الأولي، ففي هذه السنوات يتم تشكيل دماغ الإنسان، فيستطيع أن يفكر ويحلل ويخطط للمستقبل. وكل عام يمر على الطالب بين يدي معلم غير فعال هو إهدار لعقل الإنسان. إن هذا النوع من الاستثمار إن لم يوضع في تلك السنوات الأولى، سنوات تشكيل العقل، عقل طالب اليوم، رجل امرأة الغد، فلن تجدي عشرات الأضعاف من الاستثمارات لاحقاً لتعويض ما قد ضاع من تلك السنوات عندما كان العقل أكثر استجابة وتأهيلاً للتشكيل والتطور المذهل. فمتى سنرى في عالمنا العربي نهضة تعليمية كتلك التي يشهدها العالم من حولنا؟ ومتى سندرك أن رأس المال الحقيقي الذي نملكه هو الإنسان، الذي يسقل اليوم في عالمنا العربي ويشكل بطرق أقل ما يمكن أن توصف به أنها متأخرة عن كثير من شعوب أخرى قد لا تملك ما نملك من ثروات ومقدرات طبيعية واستثمارات واحتياطات مالية؟